أنا أقول لن نخرج من هذه الدنيا إلا بكفننا فقط. فهذه العداوات وغالبا تكون هذه العداوات، أنا ما نقال لي أمور تافهة، لكن أمور ما تستاهل أن أقطع أخي أو أختي مدة 5 سنوات. يعني والله لو كافر ما أقطع 5 سنوات، لو كفر ما أقطع 5 سنوات. يعني صلة الرحم حتى للكفار، الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ويقول من كبائر الذنوب قطيعة الرحم، ويجب على أحدهما أن يتقي الله في نفسه وأن يغلب نفسه، هذه لا يعطيها ما تشتهي. هو اللي بدأ، هو يجيني يعتذر، هو اللي بدأ، هو اللي كذا، هو هذا كله من إبليس، هو اللي بدأ، هو اللي غلط، هو اللي ماشي، هو اللي غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خيرهما الذي ما أخطأ، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نبي الجنة، مسلمين، نصلي ونصوم بعدين.